لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. ثم اختفت البنتان ذات يوم من مايو من العام 98 900 وألف، لم تعودا تظهران في تلك النافذة التي كانت تعلو باب الدكان، ثم لم يعد يرى ذلك الكهل الذي كان يأتي مساء. لم يكن يستعمل المحل للتجارة، ولكنه كان يتخذه سكنا له وللفتاتين اللتين يظن الناس أنهما بنتاه. لعله استثناء ألا يعرف الناس أسرار الرجل في حي شعبي كذلك الذي يسكنه في طنجة. كانت القصة التي ذاعت في الحي وتنقلتها النسوة حين كنا تلتقين عند السقايا أن زوجته توفيت وأنه قرر ألا يتزوج بعدها وأن يحضن ابنتيه. يذكر الجيران أنه لما جاء إلى ذلك الدكان قبل 12 عاما لم يكن عمر الطفلتين يتجاوز 3 و4 إلى 5 سنوات. كان يرى من حين إلى آخر وهو يمسك بيدهما ويتمشى غير بعيد عن الحي. مع مرور سنوات لم يعد يثير كبير انتباه. الرجال الذين حاولوا فتح قنوات تواصل معه لقوا منه صدودا، وظلت النسوة ترقبن من بعيد حياة تلك الأسرة التي تسكن الدكان. كبرت الفتاتان، كانتا تسمعان الأطفال يمرون قرب باب الدكان وهم في طريقهم إلى المدرسة أو هم عائدون منها يرددون أناشيد لقنهم إياها مدرسهم. ولعلهما كانتا تتساءلان عن السبب الذي جعل أباهما لا يسجلهما في المدرسة التي كانتا تظنان أنها ليست بعيدة. كانتا تطلان من ثقب قفل الباب، ولما كبرتا صارتا تطلان من النافذة التي تعلو باب الدكان وكانت بنفس عرضه. ولعلهما أقنعتا والداهما الذي لم تكونا تريانه سوى في المساء ويوم الجمعة الذي كان يوم عطلته الأسبوعية أن يجعل لهما مكانا تقتعدانه وتطلان منه على الشارع. لعلهما أقنعتاه دون كبير عناء. كذلك صار لهما تواصل مع الشارع في حدود ما تتيحه النافذة التي وضعت بها قضبان حديدية سميكة أضيفت إليها شبكة معدنية متينة. وكذلك اكتشف المارة من ذلك الطريق وجهي الفتاتين وشعرهما الأشقر. كانتا حين تريان الأطفال تناديان عليهما، لم تكونا تعرفان أسماءهم، ثم ما لبثتا أن تعرفتا إلى بعض منهم ثم عرف اسماهما. كانت الكبرى تدعى فاطمة والصغرى سعاد. لما بلغت الكبرى 12 أحست بذلك التغيير الذي تحسه كل الفتيات في مثل سنها، ولكنها لم تجد بالقرب منها أما ترشدها وتخفف عنها وقع هذا التبدل الذي تحسه في جسمها وفي مزاجها أيضا. كان والدها أبعد ما يكون عن ذلك الموضوع، ولعله لم يحس بذلك التغيير الذي تعيشه فاطمة، ولعله اختار أن يتظاهر بأنه لم يلحظ شيئا. كانت الصغرى سعاد تتابع في صمت، ربما أحدثت لها شقيقتها ذكرا مما تعيشه. كان عبد اللطيف في جملة أولئك الأطفال الذين تعودت فاطمة وشقيقتها على الحديث إليهم من الشباك. لم ينقطع الفتى حتى لما انتقل إلى الطور الثانوي من الدراسة عن المرور من ذلك الطريق والنظر إلى الشباك. نشأت بينهما علاقة حب صامت، هو ذاك الارتياح الذي كان يجدانه كلما التقت نظراتهما أو تبادل بضع كلمات خلسة. من حين إلى آخر كان يتسلق الباب ويمد إلى الفتاتين قطعة حلوى أو لبان. كانت معدودة المرات التي فعل فيها ذلك. لا يدري عبد اللطيف كيف تناهى الأمر إلى والد الفتاتين. كان رده أن أغلق النافذة بصفحة خشبية سميكة. بعدها لم يرهما. كان يسمعهما تضحكان وأحيانا تتخاصمان. ثم في ربيع العام 98 900 وألف اختفى كل أثر لهما، ولعلهم رحلوا في صمت. لا أحد انتبه إلا بعد أن انقضت عدة أيام. كان صاحب المنزل الذي يوجد به الدكان الوحيد الذي يعرف بعضا من حقائق تلك الأسرة التي أمضت عدة أعوام بين السكان دون أن يكون بينها وبينهم تواصل. فاطمة الآن في ربيعها 15 أو 16، ولعل تلك السن التي يصنفها كثيرون بالحرجة
هي التي دفعت بالأب إلى الرحيل. شاع الخبر في الجوار وسمعت نسوة تقلن إن الرجل عاد ببنتيه إلى شفشاون، وكاد الموضوع ينسى لولا أن رجل شرطة جاء ذات ضحى من شهر يونيو يطرق باب الدكان. ظل الباب الخشبي موصبا. التف الشرطي حول المنزل ومضى إلى باب السكن وطرقه. أطلت نسوة من المنزل المقابل قبل أن يفتح الباب رب المنزل. كان رجلا معروفا في الحي، اشتهر باسم الحاج المكي. كان من رجال الحي الذين يحضرون كل المبادرات وكل اللقاءات وكل المناسبات. سأل الشرطي الحاج المكي عن المختار ستيتو. كانت الآذان التي تطل من السطح ونوافذ البيت المقابل ترهف السمع. رد الحاج المكي بأن الرجل ارتحل إلى شفشاون برفقة ابنتيه وأنه لا يعلم له عنوانا. أبلغ الحاج الشرطي أيضا بأن المختار دفع له كل مستحقاته عن كراء الدكان وسلمه المفاتيح ومضى. بدا للشرطي أن تنقله إلى ذلك الدكان لم يكن ذا جدوى. حاول الحاج المكي أن يعرف من الشرطي سبب البحث عن المختار ستيتو، ولكن محاولته لم تثمر، واكتفى الشرطي بأنه سيعاود الاتصال به إذا كانت هناك حاجة. لم يعد سرا أن الشرطة تبحث عن الرجل أبي البنتين، ولكن لا أحد يعرف سببا لذلك. فخلال السنوات التي أمضاها الرجل يسكن ذلك الدكان رفقة ابنتيه لم يعلم له صديق ولا عرفت طبيعة عمله. قيل مرة إنه كان يعمل حمالا في المرسى، وقيل إنه يعمل حارسا في مخزن شركة لصناعة البطانيات. مر أسبوعان على تلك الزيارة التي قام بها رجل الشرطة إلى منزل الحاج المكي. للمرة الأولى فتح باب الدكان، وللمرة الأولى منذ عدة سنوات تمكن كثيرون من النظر إلى ما وراء ذلك الباب الخشبي المتهالك. لم يكن هناك شيء يثير النظر، ولعلهم كثر أولئك الذين رسموا في مخيلاتهم عالما غرائبيا لما وراء باب ذلك الدكان، ولعلهم الآن يرون ما بنوه ينهار. وراء الباب لم يظهر ما يشد الانتباه. يومين بعد ذلك جاء الحاج المكي ببناء يريد أن يدخل تعديلات وبعض الإصلاحات على المحل. كان يريد أن يهدم مرحاضا أقامه المختار في زاوية من المحل وأن يبلط أرضيته. وما أن باشر عامل البناء الحفر حتى وقع على كيس من البلاستيك محكم الإغلاق. أزاح العامل من حوله قشرة الإسمنت، ثم تمكن أخيرا من إخراج الكيس. كانت بداخله مدية كبيرة، بدأ يعرف الصدأ طريقه إليها. وضعها جانبا، وقد ظن أن من دفنها هناك رجل يخاف الجن. كان شائعا بين الناس أن وضع سكين تحت الوسادة أو دفنه في غرفة النوم يبعد كل جني يحاول المساس بك. كذلك كان يعتقد كثيرون، ولذلك لم يول عامل البناء كبير اهتمام لما وقع عليه. ولعله فكر في تنظيف المدية وشحذها لاستعمالها إذ كانت تبدو من النوع الجيد. قد يكون فكر في ذلك، ولكنه لم يرغب في التصرف وفق إرادته في لقية عثر عليها داخل الدكان، فقرر أن يعرض الأمر على رب المحل. أطل الحاج المكي من باب الدكان. لقد عاد من مسجد الحي حيث صلى الظهر. بدا له أن عامل البناء قطع شوطا مهما في عمله. سأله عن المواد التي يتعين إحضارها، ولما فرغ من ذلك أشار إلى الكيس البلاستيكي ذي اللون الغامق وقال للحاج المكي إنه اكتشفه مدفونا في أرضية الدكان. تناول الحاج الكيس البلاستيكي وفتحه. كان لا يزال يحمل أثر الإسمنت الذي غطاه لسنوات. فتحه فظهرت له المدية. أمسكها من قبضتها وراح يجول بنظره على صفحتها. كانت بها بقع بنية داكنة، ظنها بقع صدأ. أطال النظر إليها ولم ينطق كلمة واحدة، ثم أعادها إلى الكيس البلاستيكي. قال عامل البناء بنبرة لم تخلو من سخرية: لعلهم كانوا يخافون من الجن. أتبع تلك الكلمات ضحكة لم يتفاعل معها الحاج المكي البتة. ساد الدكان صمت. كانت تقرأ على ملامح الحاج المكي بوادر قلق وحيرة،
وسرعان ما ربط بين تلك المدية التي اكتشفت مدفونة في أرضية الدكان وتلك الزيارة التي قام بها إلى منزله رجل الشرطة الذي جاء يسأل عن المختار سيتو. كان طبيعيا أن يبلغ الحاج المكي الشرطة بما اكتشفه. مضى إلى الكوميسارية التي تتبع لها حومته وهو يحمل المدية، طلب مقابلة الرئيس. ما أن دخل عليه باح له بما جاء به. كان ملف المختار سيتو مفتوحا، ولما أبلغ الحاج المكي بأنه اكتشف المدية مدفونة في أرضية الدكان الذي كان يكتريه منه المختار سيتو، تم فتح محضر أدرجت فيه كل المعلومات التي أدلى بها الرجل، وتم تسلم المدية لإخضاعها للفحص. لحظتها فقط علم أن المختار سيتو مبحوث عنه للاشتباه في تورطه في جريمة قتل. ما لم يعلمه الحاج المكي وقتها أن المختار سيتو لم يعد إلى شفشاون كما زعم له وهو يعيد إليه مفاتيح الدكان، ولكنه استقر في تطوان مع ابنتيه في منزل اكتراه في المدينة القديمة. لم يكن المكي ليصدق أن الرجل الذي دخل العقد السادس من عمره متورط في جريمة قتل. خلال السنوات 12 التي أمضاها ساكنا ذلك الدكان لم يسمع له صوت، فكيف أن يزهق روحا؟ لم يكن الحاج المكي ليصدق. مرت 3 أشهر على اكتشاف تلك المدية. كان البحث عن المختار سيتو مستمرا، وتم اكتشاف عنوانه الجديد عندما جاء إلى مقر الشرطة برفقة ابنته فاطمة لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية. باغته الضابط بأنه مبحوث عنه للاشتباه في تورطه في جريمة قتل وقعت قبل نحو 13 عاما في مدينة شفشاون، وكان ضحيتها ابن عم له. نفى المختار أن يكون له يد في مقتل ابن عمه ويدعى العياش السيتو، ولكن الباحثين أبلغوه بأن مدية اكتشفت في الدكان الذي كان يكتريه في طنجة كانت مدفونة في أرضية الدكان. لم ينكر المختار أنه من دفن المدية، ولكنه أوضح أنه كما أناس كثيرين إنما دفنها دفعا للجن. وللمرة الأولى تحدث المختار عن سر سكنه منعزلا في طنجة. كانت زوجته قد توفيت أثناء الولادة في منزلهما بشفشاون، ومات حملها، ولأنه كان يحبها فقد آل على نفسه أن يفر بابنتيهما بعيدا عن شفشاون. كان يريد الابتعاد عن كل ما يذكره بها ويؤلمه. في تلك الأيام قتل ابن عمه العياشي. قال المختار إنه علم بالخبر لما كان في تطوان، حيث أمضى 4 أشهر انتقل بعدها إلى طنجة، ولكن روايته لم تكن مقنعة تماما. وضع رهن الاعتقال. ظلت البنتان وحيدتين. كان ما يؤلمه أكثر أنهما لم تتعود العمل، ولذلك كتب رسالة إلى صهر له يقيم في وزان، وسلم الرسالة إلى ابنته الكبرى وطلب منها أن تودعها البريد. كان عليه أن ينتظر 15 يوما قبل أن يأتي صهره لزيارته وتوكيل محام يؤازره. في التقارير التي أعدت حول جريمة القتل التي راح ضحيتها العياش سيتو أنه قتل بضربة بأداة حادة على الرأس. الشهادات التي تم الحصول عليها أفادت وقتها بأن العياشي وأشقاؤه كانوا على خلاف مع ابن عمهم المختار الوريث الوحيد لوالده. كان خلافهم حول قطعة أرضية تقع بالقرب من دردارة، وعلى أساس ذلك الخلاف بني الشك في تورط المختار في قتله. وقد أثبت دفاع المختار سيتو أن إلصاق التهمة بموكله كان الغرض منه إزاحته من المشهد والاستحواذ على ما يؤول إليه من إرث من والده. لاحقا علم من بعضهم أن القاتل الحقيقي تمكن من الفرار إلى إسبانيا. لما أخلي سبيله قرر المختار العودة إلى شفشاون، إذ أيقن أن هروبه جر عليه وعلى بنتيه متاعب لم يكونوا بحاجة إليها.